ينضم إلينا الآن في الاستوديو في بث حي ومباشر مدقق الحسابات نضال بلعوم، مدير قسم المركز في شعبة الرقابة على السلطات المحلية. مساء الخير أخ نضال. مساء الخير. سؤالي يتعلق ب، دعنا أولا بداية دكتور عن صورة تفشي هذه الظاهرة. نحن نتحدث عن التقرير من ناحية المواطن من جهة، ومن ناحية السلطات المحلية من الجهة المقابلة. يعني التقرير كما قلت يتعلق بالبلدات العربية. لقد قام مراقب الدولة على المرة الثانية على التوالي في سنة 2010-2011 قمنا بفحص هذا الموضوع في مدينة كفر قاسم ومدينة كلنسوة، وفي هذه السنة قمنا بفحصه بخمسة بلدات عربية: في الجنوب تل السبع، في الوسط بلدية كفر قاسم، بلدية كلنسوة، كإجراء رقابة لاحقة لما حدث لفحص ما حدث في قبل 10 سنوات، والمجلس المحلي جت والمجلس المحلي جسر الزاكة. الوضع حوادث الطرق في أو عدد المصابين والقتلى في العرب. أولا كمنا نتحدث عن العدد، أريد أهميته بالنسبة للمواطن في الوسط العربي. التقرير سلط الضوء على أهمية هذا الموضوع من الناحية أن السائق العربي ربما ينقصه الوعي بخطورة حوادث الطرق، بخطورة السياقة أو عدم الانصياع للقانون، سواء داخل البلدات العربية أو خارجها. الهدف من هذا التقرير هو منع، لا يمكن منع ذلك بتاتا، ولكن تقليل عدد الإصابات والقتلى على الشارع. أيضا كشف التقرير المراقب الدولة عن صورة مقلقة للغاية بما يتعلق بالمصابين في حوادث الطرق في المجتمع العربي، ونسبة السائقين الضالعين بحوادث الطرق الخطيرة. يعني لماذا السائق العربي مثلا لا يلتزم كما يلتزم السائق في الوسط اليهودي؟ يعني إذا جينا على النسبة، طبعا احنا 20% أو 22% من مجموع السكان في هذه البلاد، نسبة الحوادث عندنا أكثر. صحيح، نسبة القتلى على الشارع حوالي 33% من عدد القتلى الإجمالي في الدولة، أكثر من 1.5 من نسبة السكان العرب في هذه الدولة. السائقين العرب الضالعون في المخالفات أو في الحوادث عمليا هم تقريبا ضعفي عدد اليهود المتورطين في الحوادث. لماذا؟ هناك عدة نظريات. قام أصحاب الشأن ببحث هذا الموضوع ووجدوا أن هناك ثقافة مضادة للأمان، وجدوا أنه عند الأقليات بشكل عام في العالم يوجد هناك عدم انصياع أو بعض من عدم الانصياع للقانون السائد في كل دولة ودولة، والظاهر أن هذا ينطبق على السكان العرب في هذه الدولة. المقلق ليس فقط عدد القتلى الإجمالي، هناك حوادث في ساحات البيوت ويموت جراءها الأطفال حتى جيل 5 سنوات. بالمقارنة مع الوسط اليهودي، عدد القتلى الأطفال في ساحات البيوت هو 7.5 ضعف من عدد القتلى الأطفال عند اليهود. لماذا؟ ألا يعلم السائق أنه يجب أن ينتبه عندما يسوق السيارة في ساحة البيت؟ يجب أن يتفحص من جميع الجهات، والقانون يقول ولد طفل حتى 9 سنوات يجب عدم تركه لوحده. وإذا فحصنا متى تحدث هذه الحوادث عند الأطفال، تكون في ساعات الصباح الباكر عند ذهاب الأولاد إلى المدرسة، وفي ساعات الظهيرة عند رجوعهم من المدرسة. فيجب أخذ هذا الأمر في عين الاعتبار، سواء من قبل السلطة الأمان على الطرق أو السلطات المحلية نفسها. هل هناك سبب لاختيار الخمس بلدات التي ذكرتها؟ يعني لماذا هذه البلدات بالذات؟ أولا
قمنا باختيار حسب المناطق، وثانيا فحصنا عدد الحوادث المميتة في البلدات العربية، واخترنا هذه البلدات لأن فيها عدد حوادث أكثر من غيرها. هذا هو السؤال. إذن هذا يجب أن يضيء ضوء أحمر لرؤساء السلطات المحلية العربية، أي دور بإمكانهم أن يقوموا به لحماية السكان من ناحية تصليح العيوب والنواقص، ربما شوارع ربما ضيقة، ربما لا أدري، ربما هذا بسبب عدم التزام السائقين بالإشارات المرور وهكذا. دعنا لا نلوم البنى التحتية بحوادث السير. الشوارع بين المدن شوارع جيدة، بحالة جيدة، وخاصة بالمقارنة في الشوارع، ربما أيضا في البلدات اليهودية بحالة جيدة، عندما تدخل إلى مكان نعم معين بأي بلدة ترى الشوارع واسعة، ترى وتوجد حوادث. ما أريد أن أقوله أنه 50% من عدد القتلى العرب جرت في الحوادث على الشوارع بين المدن نتيجة تصرف السائقين. لهذا أقول يجب زيادة وعي العامل البشري السائق داخل البلدات. أي نعم، هناك البنى التحتية وضعها متردي، البلدية أو السلطة المحلية حسب القانون مسؤولة عن الأمان على الطرق داخل نفوذها، مناطق نفوذها، عليها أن تهتم بأن تكون الشوارع بصورة لائقة، أن يكون هناك إشارات مرور، أن يكون هناك ممرات للمشاة، أن يكون هناك وسائل لتخفيف السرعة كالمطبات التي بنيت بشكل قانوني وليس المطبات التي كالجبال. وأهم شيء التوعية في المدارس ابتداء من صفوف الروضة، وهناك دورات أو دروس في من صفوف الروضة، الصف الأول والثاني، وحتى في السنتين الأخيرتين في الصف العاشر يتعلم الأولاد التربية المرورية ويتقدموا الامتحان التئوريا في نهاية السنة. أخ نضال، طبعا احنا سنعود، نضال بلوم، سنعود مرة أخرى لمناقشة هذا الموضوع. الآن نخرج إلى فاصل ثم نعود لمتابعة تقديم البرنامج الإخباري هذا اليوم، نحن بانتظاركم. نعود أعزائي المشاهدين لضيفنا في البرنامج المدقق الحسابات نضال بلعوم، مدير قسم منطقة المركز في شعبة الرقابة على السلطات المحلية. أهلا وسهلا فيك أخ نضال. طبعا احنا كنا نتحدث عن حوادث السير، الآن أريد أن أوجه لك سؤال بقضية السلطات المحلية. هل تولي أهمية لقضية الشوارع والحوادث التي تحدث في القرى والمدن العربية؟ في الحقيقة يبدو أنه بشكل محدد، لا أستطيع أن أقول أنها تولي بشكل كامل أو لا تولي بتاتا، بشكل محدد. الوضع أن البنى التحتية كما قلت سابقا متردية، معلومات عن أين تحدث الحوادث داخل هذه البلدات غير موجودة، بسبب أن تسجيل أو توثيق هذه الحوادث يتم على مركز البلد أو مدخل البلد، بالرغم من أنها حدثت داخل البلد، لأنه لا توجد أسماء للشوارع أو لا توجد عناوين، وذلك يمنع من السلطة المحلية إذا أرادت أن تدرس أسباب الحادث وتقوم بتصليح ما يجب إصلاحه. هذا السؤال يقودني إلى السؤال التالي. بين جاء في التقرير أيضا أن هناك شباب وأطفال هدرت دماءهم هباء على الشوارع والطرقات، هل وجدتم فروقات واضحة في المناطق السكانية من حيث عدد الإصابات وعدد القتلى في هذه الحوادث؟ بين البلدات العربية في الجنوب هذه الحوادث منتشرة أكثر من المركز والشمال، وبشكل عام تتركز في الجنوب في مناطق السكان. لماذا؟ لأنها مناطق مفتوحة يعني؟ مناطق مفتوحة، الأولاد يلعبون في الساحات، وربما لا توجد ورديات. هذا يتعلق بالسلطات المحلية، يجب أن يكون هناك منشآت للرياضة. قانونا السلطة المحلية مسؤولة عن الأمان في الطرق كما قلت سابقا في داخل حدود نفوذها، ويجب أن تهتم بأن يصل الأولاد إلى أماكن، إلى المدارس
أو الأماكن التي يذهبوا إليها بأمان. أولاد تحت جيل 9 سنوات ممنوع أن يتجولوا وحدهم، يجب أن يكونوا برفقة بالغ. والظاهر أنه هذا حتى قطع الشارع ممنوع لوحد. حتى قطع الشارع ممنوع. صباحا هناك عدة برامج لمنع الحوادث بجانب المدارس، ويجب تحضير المدارس قبل بداية السنة لهذا الموضوع، من مثل بناء ضرب زينات لمنع الأولاد من النزول إلى الشوارع، وطلاء الأرصفة وممرات المشاة، ووضع لافتات بأنها هنا في مدرسة. البلديات يجب أن تحدد السرعة في منطقة المدارس، وهذا ما لم تفعله أي سلطة من السلطات التي فحصناها. في بعض المناطق يجب أن تحدد السرعة ب30 كيلومتر للساعة أو حتى أقل. في السلطات العربية لم يعني هذا بالنسبة للسلطات العربية المجالس والبلديات، ولكن السلطة العامة يعني في إسرائيل، يعني السلطات الإسرائيلية شو دورها في هذا الموضوع؟ يعني هل وزارة المواصلات لها جانب في هذا الموضوع لتأمين السكان؟ وزارة المواصلات حولت هذا الموضوع منذ إقامة السلطة الوطنية لمنع حوادث الطرق، حولت هذا الموضوع لهذه السلطة. السلطة هذه تقوم بالتوعية من خلال برامج معينة تمررها في المدارس أو عبر شاشات التلفاز، مثل الدعاية لربط الحزام ودعايات أخرى. هذه الفعاليات يتم تمويلها تقريبا 100% على حساب السلطة. صحيح نحن لا نتكلم عن ميزانيات عالية، لأن المبالغ أصلا محدودة وتوزع على عدد كبير من البلديات، ولذلك حصة كل مدرسة تكون قليلة، وهذا يكفي لعمل مسرحية أو فعالية معينة. ولكن المشكلة أنهم لا يقيموا مدى فعالية هذا النشاط. الأخ نضال بلعوم، انتبه معي ماذا سأقرأ لك. أن يكشف التقرير عن أن 18 من كل 10,000 سائق عربي كانوا متورطين في حوادث طرق في العقد الأخير، 10 سنوات الأخيرة، مقابل 8.3 من نظرائهم اليهود، من 18 إلى 8 عند اليهود. إلى أي مدى هذه المعطيات لها علاقة بالبنية التحتية بجانب، ومستوى التوعية والثقافية المرورية من الجانب العام؟ حسب الأبحاث التي أجريت وحسب ما فحصنا، لها علاقة أكثر بالجانب التوعوي، لها علاقة بالبنى التحتية، ولكن نسبة ضئيلة، دعنا نقول 25% تقريبا، 95% الجانب البشري. وهناك عوامل مشتركة، نسبة مشتركة بين البنى التحتية والعامل البشري، الأغلب يقع على عاتق السائق. إذن سؤال هنا أيضا مهم جدا، من المعطيات في التقرير أن 8% من الطلاب العرب من الصفوف السادسة قاموا بتفعيل ورديات الحذر على الطرق، مقابل 54%، يعني تصور 8% عند المواطنين العرب و 54% عند المواطنين اليهود. كيف تفسر هذا الفرق الشاسع؟ في الحقيقة لا تفسير، لا سوى أنه لا يوجد هناك دعنا نقول شرح لأهمية ورديات الحذر على الطرق. هناك طبعا بعض المدارس لا حاجة لهذا الموضوع، ولكن في كثير من المدارس هناك حاجة، وحاجة ملحة. عند العرب يجب، وهذا من وظيفة السلطة المحلية، يجب أن تعمل على جلب متطوعين للعمل في هذا المجال. أنا مثلا بالمدارس لاحظت أنه مدرسة تفوق على مدرسة أخرى من ناحية الحذر على الطرق، يعني هناك مدارس لتأخذ الأمور بشكل جدي. يعني أنا كنت شاهد على مدرسة كنت أعمل فيها اللي كان عندها الحذر نقطة مهمة جدا. يتعلق بمدير المدرسة، يتعلق بمركز الأمان على الطرق في المدرسة. إذا هم بيهتموا بالأمر، الأمر بيمشي وبتشوف فعاليات جدية. آخر سؤال أخ نضال، أريد أن أسألك، أنت تحدثت قبل قليل أنا وأنت في الفاصل
عن التقرير الذي يسلم إلى كل رئيس سلطة محلية في الوسط العربي، هل تعتقد أن رؤساء السلطات المحلية العربية سيهتمون بهذا التقرير، سيقرؤونه ويوجهون المسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة؟ أمل ذلك. أمل ذلك. هل تسأل، ستسأل رؤساء سلطات محلية؟ حسب القانون خلال 60 يوم يجب أن يردوا على هذا التقرير ماذا فعلوا بالنواقص التي وجدت. أخ نضال بلعوم مدقق الحسابات، شكرا لك على هذه المعلومات. شكرا. إذن